عايزين بقى احنا عارفين ان انت يعني اكتر واحدة ممكن تكلمينا وتأثري على فكرة انه ازاي الواحد يتعامل مع الضغوطات اللي في الحياة، لان كلنا عايشين تحت ضغوطات ومسؤوليات رهيبة، وكل واحد للأسف بيبقى فاكر ان هو الوحيد اللي عنده الضغوطات الرهيبة يعني. بس احنا عارفين ان انت ممكن تعلمينا ازاي نتعامل مع الضغوطات. اوكي، اول حاجه لازم نبقى فاهمين يعني فكره الستريس او الضغط، لازم نفهمه هو الاول. انا عشان اتعامل مع حد، عشان اتعامل مع فرح، لازم اعرف فرح مين، بتعمل ايه، بتسوي ايه، اهدافها ايه، لازم افهمها عشان اعرف اتعامل معاه. الستريس برضو لازم نفهمه. اولا هو ليه زي كل حاجه في الدنيا جانب مضيء وجانب مظلم. الجانب المضيء ان ربنا حاطط موضوع الضغوطات دي علشان تعرفني اهميه حاجه في حياتي، فالمفروض ان اللي يضغطني التنشن يظهر لما تبقى في حاجه مهمه في حياتي وهتبقى يعني كومبرومايز، او يعني هتتعرض كده انها ما يبقاش يعني يا جماعه الحقوني بكلمه عربي يعني كانه بيجبرني ارتب اولوياتي بتطلع كده فوق. ان انا كده افهم ان حاجه مهمه لازم احلها عشان هي حاجه مسببه لي ستريس جامد دلوقتي. بالظبط. لكن لو انا بقى طول النهار ستريس، معنى كده ان انا الموضوع عندي على خط واحد، الكبيره زي الصغيره، فهنا عندي مشكله في فهم بقى الاولويات. فاول حاجه لازم افهم هو انا ستريس طول الوقت؟ لا، في حاجات معينة. اوكي، كويس قوي. طب اتعامل مع الاسترس الايجابي ده ازاي؟ انا عرفت ان في موقف عامل لي ضغط، وليكن يعني هنتكلم عليا، مرة موقف حصل حاجة كده ما كانتش تمام معايا. طبعا اول حاجة بنقف نسأل نفسنا او نتابع نفسنا، انا بتصرف ازاي تحت الضغط؟ في ناس بتفريز تقف مطرحها، في ناس بتهجم، في ناس بتجري. فأول حاجة ساعة ما توتر أسأل نفسي هو أنا إيه اللي بيجرى دلوقتي؟ ده زي الفايت أور فلايت كده. بالظبط كده، تمام؟ فدي أول حاجة. إيه بقى اللي بيحصل لما ابتدي بس بدل ما أمشي في سكة التوتر أقف أقول هو أنا إيه اللي بيجرى جوايا دلوقتي؟ اللحظة دي اتحركت الأكتيفيتي من جزء دماغنا اليمين اللي هو كله مشاعر، وتحركت للمسار الشمال الجزء اللي بيعمل كومبيوتينج وفهم. أوكي. فهنا ابتدت المشاعر تهدى اساسا، دي اول حاجه، لاني ما بقتش ماشي في الموضوع، بقيت براقب نفسي هو ايه اللي بيحصل جوايا. دي اول حاجه. تاني خطوه بعد ما الموضوع جه في العقل بدل المشاعر، بسال نفسي هو ايه اللي هممني في القصه الملعبكه دي دلوقتي؟ انا عايزه اوصل لايه؟ عايزه اوصل لايه؟ ايه الهدف؟ انا عايزه اطلع، انا متوتره عندي برنامج جديد. انا اعمل ايه؟ انا هنكت. تمام؟ خلاص. طيب هي فرح عايزه ايه؟ فرح عايزه تطلع برنامج يفيد الناس اللي بتشوفها النهارده. طيب ايه او خطوه صغيره، طالما عرفت الاند ريزلت النتيجه اللي عايزه اوصل لها، طيب ايه خطوه صغيره اقدر اخدها عشان اوصل لده؟ دلوقتي احنا عارفين ان احنا عايزين نطلع محتوى هيساعد الناس دي، هنبتدي مثلا انا هقعد ارتب الافكار بتاعتي وهتمرن على الكونتنت بتاعي. فانت كده عرفتي اهميه المسؤوليه قصاد المشاهد بتاعك، وده اللي مخليكي مثلا مشدوده. اتنين، عرفتي عايزه اوصل محتوى محدد، هقعد اعمل اول خطوه اني هقعد اعمل برين ستورم ارتب نفسي.